فترة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويحفظ القرآن كاملا مرتلا ومزودا، يعني إمام، إمام على المنابر ما شاء الله. عبد الرحمن محمد متولي، تحدثنا اليوم إن شاء الله، ودي بنعتبرها سلسلة، هذا هو أول لقاء فيها عن الحياء. الحياء بقول للمشاهد الكريم الحياء، وبقول للأخت الكريمة الفاضلة الحياء، اللي هو رأس مال المرأة، أو يعني كل شيء بالنسبة لها، إن يبقى فيه حياء. نسمع كده عبد الرحمن هيقول إيه، وندعي له ربنا يبارك فيه يا رب، ويجري الحكمة على لسانه، ويجعل كل كلمة في ميزان أعماله، ويجعله هو الآخر ذخر الإسلام والمسلمين. قولوا آمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلهي، خلقت الإنسان وعبد غيرك، فرزقته فشكر غيرك، فلما أمته لم يطلب المغفرة من غيرك. إلهي، ما عرف قدرك من عصاك. إلهي، عجبا إلى الأقدام كيف سعت لغير رضاك، وإلى النفوس كيف خضعت لسواك. إلهي، يا من نجيت موسى في التابوت، وحفظت يونس في بطن الحوت، ندعوك لأنك أنت الحي الذي لا يموت. ثم أما بعد، فإن لقاؤنا اليوم معكم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان الحياء. نعم، الحياء، فإن الحياء شعبة من شعب الإيمان. فتعالوا معي لنتعرف على هذا الخلق القويم الذي إن وجد في شيء زانه، وإذا نزع من شيء شانه. فأولا، ما هي حقيقة الحياء؟ قال علماؤنا، حقيقة الحياء هي ترك كل قبيح من الأفعال التي لا يحبها الله ولا يحبها الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسبب الرئيسي في اختيار هذا الموضوع هو تخلف الأمة الإسلامية الآن وفي هذا الزمان عن خلق الحياء. لذلك قال حبيبنا العدنان صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وهذا الحديث يبين لنا أنه لا إيمان إلا بوجود الحياء، وأنه لو ذهب الحياء فلابد وحتما أن يذهب الإيمان. وإذا أردنا أن نعرف درجة إيماننا فلننظر إلى حيائنا. فلا بد أن يوجد حياؤك في قلبك قبل سلوكك وأخلاقك، لأن الله عز وجل مطلع على قلبك. نعم،
لأن الله عز وجل مطلع على قلبك. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فافعل ما شئت وهذا الحديث يبين لنا أن الحياء هو خلق من خلق الأنبياء. فتعالوا معي لنتعرف كيف حياؤنا مع ربنا، وكيف حياؤنا مع الناس، وما الذي يذهب الحياء من القلب. أيها الحبيب، أعرني القلب والسم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل ينصح أخاه بأن يترك شيئا من حيائه الذي أضاع عليه الكثير والكثير من الحقوق، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: دع دع، فإن الحياء من الإيمان. نعم نعم، فإن الحياء من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: استحي من الله كما تستحي من رجلين من قومك صالحين، فإن كمال الحياء لله عز وجل، فإن حياءه سبحانه وتعالى كرم وجود. إي والله، إن حياءه سبحانه وتعالى كرم ورحمة. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يرد عبدا رفع يديه إليه صفرا خائبتين. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي 60. فحياؤه جل وعلا كرم ومغفرة، كرم ورحمة. فقد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي أن يعذب رجلا نشأ في الإسلام، فإن حياءه سبحانه وتعالى كرم وجود، ومغفرة ورحمة على عباده. وانظر وتأمل معي إلى حياء النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه، والحديث متفق عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء، أي أشد حياء من البنت البكر، وهي وحدها في غرفتها لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه البنت، كان النبي أشد حياء منها. فهذا هو حياء حبيب رب العالمين، وكذلك جميع الأنبياء والمرسلين. وفي الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى سوف نتحدث عن حياء بعض الأنبياء والمرسلين. وإلى هذا الحد أكتفي، سائل الله عز وجل
أن يرزقنا الحياء